في سنة 2003 نشرت وكالة الاسوشيتد بريس تقرير اتكلمت فيه عن اعتراض شحنة من الدولارات المزيفة قيمتها 7 مليون دولار، والشحنة دي كانت جاية من امريكا الجنوبية وتحديدا دولة البيرو. ساعتها الدنيا اتقلبت في الولايات المتحدة وهددوا حكومة البيرو بفرض عقوبات اقتصادية ضخمة جدا لو هي ما قدرتش توقف عمليات التزوير دي. وهنا كان في سؤال مهم جدا، هو لأي مدى عمليات تزوير الدولار كانت ممكنة في الوقت ده مع طبعة ال100 دولار القديمة قبل سنة 2009؟ وهل في دول تانية حاولت تزور ورقة ال100 دولار الامريكية؟ وكان ايه رد فعل الولايات المتحدة اما الموضوع واسع منهم وعمليات التزوير زادت بشكل كبير جدا؟ مساء الفل، انا محمد طلعت وده مستر ماني. بعد الواقعة الشهيرة اللي حصلت في البيرو اتكررت بعدها عمليات اكتشاف اكتر لوقائع تزوير تانية. على سبيل المثال للحصر، في سنة 2006 تم القاء القبض على المواطن الامريكي فرانك توماس بتهم التزوير ورقة ال100 دولار الامريكية باعداد ضخمة جدا تجاوزت 3000 ورقة وقتها ومعدات طباعة حديثة ومتطورة جدا. وفي سنة 2007 القت السلطات الصينية القبض على شخصين متورطين في تزوير ورقة ال100 دولار باعداد تخطت 1.6 مليون ورقة. وقتها الخبر ده كان ليه صدى كبير جدا في الولايات المتحدة. اما بقى في سنة 2008 فتم القاء القبض على 3 اشخاص في اليابان كانوا بيقوموا برضه بتزوير ورقة ال100 دولار، وساعتها كانوا بيوزعوا فعليا حوالي 1000 ورقة كده من ورقة ال100 دولار في السوق الياباني. وقاع التزوير كانت كتيرة بشكل غريب جدا لحد ما حصلت الواقعة اللي هزت الولايات المتحدة الامريكية نفسها. والواقعة دي اتحكت طبقا لتقارير وزارة الخزانة الامريكية في سنة 2007. بيقول لك يا سيدي ان تم اعتراض شحنة كبيرة جدا من الدولارات المزيفة في محطة حاويات جنب مطار بغداد الدولي، والشحنة دي كانت عبارة عن 32 مليون دولار كلها من فئة ورقة ال100 دولار الامريكي. ساعتها الدنيا قامت فعليا وما عادتش مين يقدر يطبع اهم واغلى ورقة في العالم كله وكمان اعلى فئة من فئات البنكنوت الامريكي. وفضلت المخابرات الامريكية وقتها تدور بشراسة رهيبة ورا الموضوع ده لحد ما وصلوا ان الشحنة دي تم انتاجها فعليا في كوريا الشمالية، واكتشفوا ان الدولة اللي العالم كله بيعتبرها مغلقة على نفسها ومتخلفة عن الحضارة عندها مجموعة من اقوى مزوري العملات في العالم وكمان على خبرة عالية وكبيرة جدا في مجال التزوير ده. مش بس كده، كانوا بيمتلكوا احدث التقنيات الرقمية والطباعات عالية الجودة اللي كانت بتساعدهم على انتاج نسخة من ورقة ال100 دولار الامريكية تشبه بنسبة 95% الورقة الاصلية بتاعتها. وكمان كان عندهم القدرة ان هم يوفروا مواد كيميائية مشابهة بشكل مدهش لنفس المواد الكيميائية اللي بتتحط على ورقة ال100 دولار الاصلية. واللي قلق امريكا بشكل كبير جدا وقتها ان كوريا الشمالية كان عندها القدرة على ان هي تنتج الورقة دي من الصفر، بينما في حادثة البيرو فكان بيتم ببساطة تحويل ورقة ال5 دولار الاصلية لورقة 100 دولار مزيفة عن طريق ان هم يعرضوا ورقة ال5 دولار لمواد كيميائية تمسح تفاصيل الورقة تماما ما عدا خاصيتين بس هم اللي ما كانوش بيتأثروا بالمواد الكيميائية دي، وهم شريط الامان والعلامة المائية، وبعدها بيقدروا يطبعوا عليها طبعة ورقة ال100 دولار اللي كانت متشابهة تماما مع ورقة ال5 دولار في ابعادها وكمان في العلامة المائية وشريط الامان. نرجع بقى لوقعة الفلوس المزورة في بغداد واللي بعدها مباشرة ومع اكتشاف العملات المزورة في اماكن كتيرة جدا زي ايران وافغانستان وروسيا، قررت الولايات المتحدة ساعتها ان هي تاخد حل جذري وهي انها تغير طبعة ورقة ال100 دولار بالكامل، واتسمت الطبعة دي وقتها سلسلة 2009 لان البنك فعليا بدا يشتغل على تصميمها وتنفيذها من سنة 2009. وفعلا البنك بدا يطبع من الطبعة الجديدة دي 650 مليار دولار عشان خاطر يقدر يضخهم في السوق الامريكي في سنة 2013. والعملة الجديدة دي كان فيها تطوير قوي جدا عن الفئة اللي قبلها زي الخط الامني الشفاف اللي موجود في ورقة ال100 دولار واللي بيتحول للون الازرق لما تتعرض للاضاءة من الخلف، او الحبر المتغير اللي مكتوب بيه رقم 100 على الورقة واللي بيبدل لونه من اللون النحاسي للون الازرق لما تيجي تحرك الورقة يمين وشمال. المهم ان هم عملوا عدد ضخم جدا من التعديلات والخصائص الامنية على الورقة بحيث ان هو يستحيل تزويرها، وعشان نتكلم في الخصائص دي فده الحقيقة ممكن يحتاج فيديو لوحده. ما طولش عليك، الكلام ده صعب مهمة التزوير لاقصى درجة او خلاها شبه مستحيلة تقريبا، ولكن اللي حابب اقوله هنا ان تكلفة طباعة كل ورقة من فئة ال100 دولار كان بتكلف الدولة الامريكية 14 سنت تقريبا، يعني تكلفة طباعة الكم الرهيب من اوراق البنكنوت ده كلف الحكومة الامريكية مليارات من الدولارات. ولكن ما كانش باليد حيلة، امريكا كان لازم تعمل كده عشان تحمي نفسها من التضخم الرهيب اللي كان ممكن يحصل في العالم لو فضلت طباعة الدولار وتزويره مستمر بالشكل المجنون ده. ولازال البنك الفيدرالي الامريكي بيدور كل سنة ان هو يحسن الخصائص الامنية لاوراق البنكنوت الخاصة بيه. والسؤال المهم هنا، هل تعتقد ان في دول قادرة ان هي تزور الدولار الامريكي بالنسخة الحالية منه لحد دلوقتي؟ وهل انت شايف انه من العدل تزويره اصلا؟ او بمنطق تاني، هل من العدل ان الولايات المتحدة تطبع الكميات اللي هي عايزاها من الدولار من غير ما يكون ليها غطاء انتاجي او غطاء من الذهب؟ اتمنى تشاركونا بارائكم في التعليقات. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا لكم. سلام.